السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ حقن الأعصاب. حقن الأعصاب أنا بسمع عنها كلام من ناس إن هي بتسبب رعشة في الإيد، وإن أنت لو سبتها مش عارف بتعمل ايه كده. الكلام ده يا جماعة غلط. الصح إن فيتامين بي 12 ضروري ومهم جدا للاعب كامل الأجسام. ده من ناحية التمرين، ان هو دايما بيتمرن دايما بيهلك الاعصاب ودايما بيهلك الفيتامينز اللي في الجسم. طيب ايه اللي يخليني ألجأ للحقن دي؟ دلوقتي اهم عرضين لنقص بي 12، اول عرض ان انت تكون بتتعب بسرعة من اقل مجهود، تاني عرض لما يكون عندك تنميل في القدم، رجلك دايما منملة او مخدلة فدايما بتلجأ لها. طيب انا ما بحبش اخد الحقن، في برشام، في نوع اسمه تقريبا ملجا، النوع ده هتلاقيه موجود ومتوفر وما فيهوش اي مشكلة، هتاخد حباية في اليوم بعد الغداء. ايه افضل حقن للبي 12؟ انا عن نفسي كمحمد عيد بستخدم الديبوفيت، كويس جدا جدا. ساعات لما بيكون عندي حاسس باعراضه او حاسس ان انا اعصابي مش كويسه باخدها كل 3 ايام. لو باخدها ان انا عشان ما اكلتش سلطه او ما اكلتش فاكهه الاسبوع ده بنسبه كويسه او مش مرضي من النسبه اللي انا اكلتها باخدها مره في الاسبوع، ولا عايز اخد حبوب ولا عاوز اخد حقن، اعمل ايه؟ البي 12 موجود في الخضار بنسبة كبيرة جدا وفي الفاكهة بنسبة كبيرة جدا، فده الحل اللي بنلجأ له لو احنا مقصرين بطريقة كبيرة جدا في تناول الفاكهة وتناول السلطة الخضراء، فما فيهاش اي قلق. فحقن البي 12 او حبوب البي 12 ما فيهاش اي قلق لانها من مصدر طبيعي، يعني هو موجود في صورة طبيعية في شكل حقنة. طيب في حاجة كمان بالمناسبة، كان جالي في سنة من السنين تعب في ظهري ودخلت للدكتور صيدلي الله يا رب يكرمه، قال لي انت بتاخد بي 12 ولا لا؟ قلت له لا، اول ما دخلت التمرين فما كنتش عارف اي حاجة، فقال لي خد البي 12 دي لمدة 3 ايام وشوف النتيجة، لو مفيش نتيجة والموضوع ده راح اعمل اشاعة واطمن على نفسك. طيب الوجع ده كان عبارة عن ايه؟ اخر فقرة في الظهر كان عندي وجع شديد جدا، لابس حزام مش لابس حزام كنت بخش اتمرن بيحصل لي مشكلة ووجع كبير جدا في ظهري لا يطاق، وتقريبا كده كنت يعني بكروت التمرينة وبخلصها وبمشي. بالفعل خدت ال3 ايام دول، الحقنة دي ظبطت معايا والموضوع بقى احسن. بعد كده رجع الموضوع تاني، لما رحت واهتميت بالموضوع ايه اللي كان السبب في الموضوع ده كله، ان انا ما باكلش فاكهة كتير وما باكلش خضار كتير، فسبب عندي نقص في فيتامين بي 12 فاعصاب ظهري نفسها ضعفت. فالدكتور عمل لي كورس مكثف كده بي 12 ومالتي فيتامينز لحد ما الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر، الموضوع ده بقى مالهوش وجود. ايه الانواع التانية اللي ممكن تتاخد؟ لو ما لقيتش الديبوفيت دور على النيورتون، بس النيورتون هتبتدي تزود الجرعة، يعني لو بتاخد 2 في الاسبوع من الديبوفيت هتاخد 3 نيورتون. لو انت قادر على البيتلوفيكس خدها مرة في الاسبوع، يعني لو انت بتستحمل عشان هي عبارة عن زيت فهتلاقي فيه ألم شوية، لو انت عادي ما فيش مشكلة بالنسبة لك بالنسبة للحقن هات البيتلوفيكس، تاني حاجة الديبوفيت، تالت حاجة النيورتون، وفي نوع كمان اسمه ليفابيون بس هو ناقص تقريبا دلوقتي من السوق. فما تقلقش من حقن الأعصاب، هي مهمة جدا 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 ومش مضرة، وسواء قطعتها سواء شغالة انت بتاخدها كعلاج، بتاخدها عشان انا ما باكلش فاكهة كويس،
ما باكلش خضار كويس، فلازم حاجه تعوض حاجه، لازم ان انت تاخد الفيتامين ده بصوره طبيعيه، موجود في الحقن بصوره طبيعيه، وفي برشام اللي ما بيحبش ياخد الحقن زي ما قلنا هتلاقي البرشام اسمه ملجا، ملجا اسمه ملجا، هتلاقيه برضو رخيص مش غالي، خد حبايه بس بعد الغدا ان شاء الله هتبقى كويس جدا، وموضوع البي 12 ده هتشيله من دماغك. ارجو ان انا اكون فدتكم في الموضوع ده بقدر الامكان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.